السلام عليكم. اليوم نروح للمستغانم، حيث أنه سوف يعني تنطلق عملية تشغيل نتاع الترامواي تاع المدينة تاع المستغانم، اللي راه الآن يعني انتهت الأشغال به 100%، وسوف تنطلق أول رحلات الترامواي مع بداية شهر رمضان إن شاء الله، يعني اللي سوف ينضاف إلى شبكة تاع الترامواي الموجودة في الآن 7 مدن جزائرية، وإن شاء الله عقبال المدن اللي راهي مبرمجة، منها عنابة أول بريوريتي، ثم كاين مدن أخرى في بشار وباتنا وبوليدة، ويعني مدن أخرى نكون نسيتها، يعني فيه برنامج لإنشاء الترامواي هذا في كل المدن الكبيرة اللي عندها يعني كثافة سكانية، وهذا الوسيلة نتاع التنقل يعني أثبتت يعني الجدوى تاعها، في يعني تعتبر يعني تستعمل طاقة نظيفة وفيها أقل ضرر بالنسبة لحوادث المرور وما إلى ذلك. إن شاء الله السلطات تفكر في إحداث لباسوي يعني باستعمال حافلات خطوط حافلات مع خطوط مخصصة للحافلات اللي تعزيز نظام المواصلات في المدن تاعنا. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.